الجمهورية استفدت من العدل اثنين القنطرة. نشكر جميع كل من ساهم في هذه العملية، من أولهم بلال الجفاري الأحرار، وكيل جمهورية تبون، وزير سكن العربي تبسي، جميع كل من ساهموا على ديال المدير العام استقبال كامل. نشكرهم فرحة لا تصدق، ونشكر على رأسهم والدي الكرام، أحبابي أصدقائي وعمال الخدمات الجامعية. عن نبا مادام نخدم في الخدمات الجامعية، نشكر مديرة احنا صوفيا نادية، فرحة ما تصورش. عندي من 2013 ملاحة. عندك شمبرة وانا فرحتي كنا قاعدين في الدار هذيك صغيرة ياسر، وادي كبيرة، وانا نربي نحب نربي الحيوانات، ما نقدرش هذيك نربي فيها، يا ربي تكون كبيرة برك. هذي محمد، نشكر اولا يرحم الشهداء اللي خلونا في الصورة هذه، ونشكر رئيس الجمهورية وزير الدفاع السيد عبد المجيد تبون. الحمد لله رب العالمين، كنا في ضيق وصلنا رب العالمين، ونشكر بعد 10 سنين وهي تنتظر ونعم الحمد لله يا ربي كنا في يفدو. نشكر معاون الرئيس محمد الأمين، متحصل سكن عدل 1077 قنطرة، بعد مدة طويلة من العناء حصلنا على السكن والحمد لله. كل حال فرحان بيسير رحمة ربي، الحمد لله 13 سنة دم التراز في 13 وانا سنة حتى الدرك ان شاء الله كل يوم ويتهنى ونقب الناس كل ان شاء الله. هشام منصوري مستفيد اليوم من سكنة عدل بعد 10 سنين ان شاء الله، بعد 10 سنين بليتو. الحمد لله يا ربي، نشكر ربي الحمد لله يا ربي، وبالبركه على الناس كامل ان شاء الله، والشكر لرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، وان شاء الله العاقبه للناس اللي مازالوا ان شاء الله، وربي يفرح كل واحد ان شاء الله يا ربي، وعد بمربح ان شاء الله. مستفيد من سكنات عدل في اطار برنامج 1077 ساكن بالقنطره، الحمد لله رب العالمين قبل كل شيء، على فضله انه من علينا الوحده، وبعد ذلك الفضل يعود للسلطه. فرحان جدا الحمد لله رب العالمين، فرحة لا توصف، الوجه يعبر. 2013 برنامج 2013 عدل 2. السلام عليكم، شابي عبد الله مكتتب عدل 2013، مستفيد في حصة 1077. رانا فرحانين اليوم، اليوم دينا سكناتنا الحمد لله يا ربي، ومبروك للجميع منذ 2013 وحنا نستنى. الحمد لله سارت الامور بسرعه اكبر مع المدير الجهوي الاخر هذا. فرحان.